ليش تأخرت؟ تخت السبع دوخات ولاية السبع مروي سيك السلم منيحة؟ هو مش عايف مو حدا عايش وقتها سيك السلم منيحة؟ لا مهسكر مهسكر يلا على ما على ما غرفته هذا عبد الهادي متأكدة هي غرفته هيك يلا روح فتش بقلبه وانا حوقف لك هون اوام يلا ما لقيت شي نكد الغرفة فوقاني تحت هادي ما في شي لك شو ما لقيت شي شو يعني وين المصاري شو بيعرف لا تقول لي شو بيعرفني ها سيد هذا الموتور مسروق شو هالحكي شو رايك انت بقول بالغرفة الثانية لك شو عم تستنى يلا افتح الباب احسن من نفسه ها افتح الباب مين؟ افتح نحن شرطة عم بقول لك افتح الباب احسن ما تكسره ها افتح الباب بسرعة افتح الباب واحد الهواء احنا بسرعة فشو إذا حول عمليات معك سيدي في عنا إطلاق نار وجثتين بالأرض جريمة قتل؟ نعم سيدي نحن داخل البيت يبدو صاحب البيت هربان عن طريق السطح سيدي توقف منطقة السرعة حاضر سيدي